في الفيديو ده هتكلم عن وجهة نظر الشخصية في التحول من ويندوز لماك في الشغل، والأسباب اللي ممكن تخليني كمستخدم عادي، مش هقول اني متخصص فهقعد اقول لكم اصل البروسيسور كام والرامات كام والشاشة كام، بس انا هتكلم من خلال وجهة نظر الشخصية اللي شفته فعلا وخلاني اقرر اني اتحول لماك. هحكي البداية من أولها. أنا في الأول خالص كنت مستخدم لويندوز، وكان هو ده أساس شغلنا، وكنت تقريبا يعني أي حاجة بحب أعملها بعملها على ويندوز، وكان عملي جدا وكان أكيد اعتمادي، وكنت ما كانش عندي فيه أي مشكلة. طبيعة شغلي كمخرج أني بحب الجرافيكس والمونتاج والتنفيذ، حتى أحيانا كنت بعمل أجرب مزيكا، أجرب نعمل برزنتيشن عشان كنت أعرضها على يعني مديري في الشغل، أو حتى لما بقى عندي شركة عشان أعرض البرزنتيشن دي للكلاينت، كان طبيعي أن أنا هحتاج تقريبا معظم البرامج الطبيعية اللي أنا هستخدمها في الكتابة أو في البرزنتيشن أو في غيره، زي بقى المجموعة الأوفيس كلها اللي في ويندوز أو في غيره. طبيعي كنت بستخدم من أول ويندوز 95 لحد ويندوز أعتقد 8، وده كان آخر تجاربي أو آخر عشتي مع ويندوز كان هو 8. وجيت سنة 2012 قررت أن أنا هحول حياتي كلها لأبل. تعالوا بقى نروح للحاجات الأساسية اللي خلتني حول. اول حاجة الفيروس والحماية. كان عندي طول الوقت عندي مشكلة كبيرة جدا في موضوع الفيروس والحماية طول ما انا بستخدم ويندوز. انا كان طول الوقت يا اما بغير ويندوز، يا اما بابديت الويندوز، يا اما عندي فيروس كتير جالي من خلال الويب سايتس اللي بدخلها، او فلاش ميموري اتوصلت بالجهاز فحصل لي فيها مشكله، او هارد ديسك او المهم يعني كان انظمه ويندوز بشكل عام او نظام ويندوز بشكل عام نظام تقريبا انا بشكل مستمر كنت ممكن اغير السوفت وير بكتير، يعني كان ممكن مثلا في السنه اغيره كذا مره، مش مره ولا مرتين. ما اعرفش بعد 2011 او 2012 الوضع بعمل ازاي، بس انا بحكي على تجربه عشتها. رقم 2 جوه الحمايه، ان انت تقريبا معظم برامج الحمايه اللي كانت موجوده على ويندوز بصراحه جديده جدا ما كنتش بشتريها، وكان في ناس كتير جدا زيي كنا بنجيب حاجه اسمها كراك، وكان الكراك ده بيساعدنا بقى ان احنا ايه ناخد برامج الحمايه دي ونشغلها على ويندوز، وبالتالي كنت بقدر اعمل حمايه لللابتوب او للكمبيوتر اللي عندي، ولكن طبعا ما كانتش قويه قوي. ماك طبعا ما فيهوش خالص الكلام ده كله، وكان طبعا كنت بسمع الكلام ده بالسمع، يعني كلش حد يقول لي لا ماك ما فيش حاجه اسمها فيروس، ما فيش حاجه اسمها السوفت وير هيضرب، ما فيش حاجه اسمها كذا. بعد تجربه سنين في ماك فعلا فيش حاجه اسمها فيروس، مفيش حاجه اسمها السوفت وير ضرب. انا عمري في حياتي ما قلت لحد اصلا انا للاسف السوفت وير ضرب في شغلي، يعني بعد ما استخدمت ماك انا السوفت وير ضرب للاسف، فانا غصب عني هضطر اعيد تاني البروجكت. ما حصلش، عمري ما قلت لحد اصل البروجكت ضرب عشان خاطر كذا مش عارف ايه. اللي ما بتستخدم ماك ده نادر الحدوث، ممكن ما بيحصلش خالص. التهنيج والثبات. التهنيج والثبات دي كانت بالنسبه لي كارثيه وانا بستخدم ويندوز. انا كان طول الوقت يا اما افضي الرامات، ازود رامات، اشوف مشكله عندي في الهارد، اشوف مشكله عندي في السوفت وير اللي مبوظ الهارد، اشوف مشكله عندي في ان مره واحده الاقي الجهاز كده هنك وماسك اللابتوب مش راضي يشتغل. ده كان بيحصل لي كتير. لما حولت لماك تقريبا ده ما بيحصلش، ولو حصل يبقى مره كل فين وفين، ولو حصل هتلاقي غالبا سبب واضح، يعني في حاجه واضحه ان ده حصل. لكن في عيب جوه ويندوز، انا بقدر بسهوله جدا اعلي الرامات واعمل كل الكلام ده كله. جوه ماك مش في كل الاجهزه بينفع تعمل كده، بتكلم مخصوص على الماك بوك برو اللي هو اللابتوب، مش كل الموديل ينفع تعمل فيه كده. لكن في الاخر هو تقريبا ممكن مش هتحتاج اساسا انك تفكر انك تعلي الرامات، لان هو هتلاقيه ممتاز. الكواليتي دي نقطة مهمة جدا ما كنتش شايفها في ويندوز في وقت ما كنت بستخدمه، وانا بحكي انه لحد سنة 2012، عكس تماما ماك في نفس السنة بموديل نفس السنة. لا انا كنت قادر احافظ على الكواليتي والجودة، لان كانت الشاشة اساسا بتديني اعلى كواليتي واعلى صورة، كنت بقدر احكم على الكواليتي اللي انا مطلعه سواء كان فيديو او كان صورة او كان غيره، قادر احكم عليه كويس، ما كنتش بحتاج شاشة جنبي بنسميها او بنقول عليها شاشة برودكاست اللي هي اقرب للشكل اللي هيتزاع او للناس هتشوفه، فده كانت حاجه اساسا كواليتي عاليه. وطبعا لما ظهر فكره الريتنا ديسبلاي اللي هي الشاشات الجديده بتاعت ابل، كان كمان الكواليتي اعلى واعلى وكان افضل بكتير، وده طبعا فرق كتير جدا. فالكواليتي يفرق تماما، يخليني طبعا اختار ابل. حته بقى صغيره ليها علاقه بالضمير، مش هقول كل الناس ومش هعمم على كل الناس، بس فعلا انت في وقت من الاوقات لما بتستخدم برامج معمول لها كراك كتير بتشتغل طبعا وبتطلع الكواليتي اللي انت عايز تطلعه، بس بصراحه مش زي ما بيبقى برنامج متفعل
ومعاك السيريال نمبر بتاعه وحاجته، ده هتلاقيه افضل بكتير جدا ومش محتاج انك تدور على كراك او غيره. ابل غالبا ما بتسمحش بالفكره دي، ولو عرفت تجيب برامج كراك ده حاجه قليله قوي ومش كتيره ومش منتشره، فده معناه انك اساسا ضميرك هيبقى صاحي اكتر شويه وانت شغال على ماك. التوافق اللي اقصده انك لو عندك جهاز ابل وعندك اجهزه تانية من ابل، التواصل بينهم الكونكشن بينهم هتلاقيه عظيم جدا، يعني انت مش هتحتاج تقريبا اي وصلات او اي كيبلز عشان توصل حاجات ابل ببعض. لو صورت صوره هتنقلها اير دروب من الموبايل للماك او لللابتوب او لايا كان بسهوله جدا. لو عايز تبعت حاجه من ماك لماك او كاتب نوت على ماك لماك، كل ده انت مش محتاج تعمل ده كله، كل ده على الاي كلاود بتاعك هتلاقيه موجود في ابل. يمكن يكون ده اتطور في ويندوز، لكن بصراحة أنا ما شفتوش قوي، ولو حد عنده معلومة أكتر يقول لي في الكومنتس، بس أنا شايف إن التوافق في أنظمة ماك عظيمة جدا وعملية جدا وعن تجربة. صعب حد تلاقيه بيستخدم أبل وهتلاقيه عنده اهتمام بالجيمز أو بفكرة إنه يعمل ألعاب وعلى الكمبيوتر بتاعه، قليلة شوية. هتلاقي دايما اللي بيستخدم أبل هو عنده اهتمام بفكرة المالتي ميديا، فكرة المونتاج، فكرة الجرافيكس، هتلاقي هو ده اهتمامه. صعب جدا يكون اهتمامه الجيمز، عكس ويندوز. ويندوز غالبا هتلاقي اللي بيستخدم ويندوز كتير عنده اهتمام شوية فكرة الجيمز والحاجات دي كلها. لكن ما انكرش اني لما انا كمان بقيت مش من هواة الجيمز قوي او مش بحب الجيمز قوي، بقى بالنسبة لي الموضوع فعلا مش فارق كتير، ما بقتش عايز اساسا استخدم او العب جيم، فكان بالنسبة لي الماك هو الحل الافضل. العمر الافتراضي والحفاظ على الجهاز، بصراحة ان الكواليتي والمتانة اللي مصنوع منها اجهزة ابل غالبا بتبقى امتن واقوى شويتين تلاتة اربعة من اي جهاز تاني. فابل لا، انت مجرد ما بتمسك اللابتوب بتاع ابل ايا كان الموديل وايا كانت السنة هتلاقيه فعلا حاجة بريميوم مختلفة، فالصناعة بتفرق جدا، وده معناه ان انت بتحافظ على الجهاز لاطول فترة ممكنة، ودي ميزة تستحق ان انا اروح لابل. التراك باد والماوس، بصراحة أنا كنت طول العمر أيام ما كنت بستخدم ويندوز كان بالنسبة لي الماوس ده شيء أساسي وأنا ماسك اللابتوب، ما أقدرش أمسك لابتوب على ويندوز، يعني سواء كان بقى HP كان دل أيا كان لينوفو أيا كان لازم تحط ماوس، لأن التراك باد بتاعته شوية ما بتبقاش أحسن حاجة ومش أقوى حاجة وما أعرفش إحساس، بس كان لازم تستخدم ماوس. مع أبل أنت تقريبا مش هتستخدم الماوس، أنا شاري ماوس بس ما استخدمتوش، نادرا لما استخدمته. تراك باد بتاعت ابل عظيمه جدا، تقدر تمارس بيها كل شغلك، يعني تمنتج وجرافيكس واي شفت نفسك في ايه التراك باد هيعمله لك وبجوده عاليه جدا وكنترولها عالي جدا، يعني مش هتلاقي عندك مشكله، هتلاقي ان انت فعلا بتاخد كل الاوردرز بكل التصرفات اللي ممكن تعملها بالتراك باد تكفي تماما ومش محتاج توصل اي حاجه زياده. انا جايب حاجات زياده لكن جايبها لاسباب تانية، يعني هستخدمها في حاجات تانية، لكن فعليا انا اللابتوب معظم الوقت بستخدم التراك باد العاديه بتاعته. برامج المالتي ميديا، التميز في برامج المالتي ميديا في ابل هتلاقيها افضل بكتير جدا جدا من ويندوز. يمكن يكون دلوقتي في ظهرت حاجات كتير احدث واحسن وعمليه في ويندوز، بس انا ما زلت شايف ان البرامج او الشغل المالتي ميديا اللي على ابل اوقع بكتير واحسن بكتير، سواء برامج المونتاج او الجرافيكس او ديزاين بشكل عام، بصراحه في ابل افضل بكتير جدا. الدعم من ابل مستمر من خدمه العملاء وعن تجارب شخصيه، جرب كده لو انت عميل ابل او بتستخدم ابل، جرب كده تبعت ايميل لابل قول لهم ان عندك مشكله من اي نوع، هتلاقي فورا في تواصل بيحصل معاك وبيحاولوا يحلوا لك المشكله على قد ما يقدروا. انا اللي كان بيزعلني في ويندوز بقى ايه؟ التجويد الكتير، يعني ممكن تلاقي في سته متفقين على ان ده كارت شاشه عظيم، وفي واحد شايف لا 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 ده كارت شاشه ده هيبقى احسن، في 8 شايفين ان الهارد ده افضل من الهارد ده، وفي 12 شايفين ان الهارد ده افضل من الهارد ده. فابل مفيش اهواء شخصيه، فابل هي الشركه نفسها بتقول لك ده احسن حاجه. طب لو مش واثق جرب، ولما تجرب هم فعلا احسن حاجه. السؤال بقى هنا، انا ميال لايه اكتر؟ اكيد بعد اللي انا قلته ده كله اكيد بحب الابل اكتر، بس السؤال الاهم، لو انت معكش امكانيات كتير وعايز تجيب جهاز كويس وتعمل بيه شغلك ويقضي لك شغل كويس، تقف؟ لا ما تقفش، تقدر تبدا باي اوبشن طالما هيحقق لك التارجت بتاعك. اللي انا بحكي فيه حاجه شويه متقدمه، فيها نوع من الاحتراف، انا شخصيا ما احتجتهاش غير لما حجم شغلي وطريقه شغلي تحتاج تفاصيل اكتر. انا مش بستخدم احدث موديل،
انا بستخدم الموديل اللي انا محتاجه اللي هيكفي لشغلي، انا مش محتاج اعمل اكتر من كده. لما بعوز حاجات اكبر من كده بروح لاجهزه او لناس عندها اجهزه اعلى، بعمل اللي انا عايزه لاني مش بعمل ده كل يوم. فانا مش محتاج اشتري المفيد بالنسبه لك فقط، ما تشتريش الحاجه الاوفر الا اذا كنت بتحب التكنولوجيا وعندك استطاعه تصرف فيها، دي حاجه بتاعتك الشخصيه، انت حر، بس في الاخر هتتبسط. سلام عليكم.